محمد عبد العزيز من قناة أحمد المنتصر. إن شاء الله النهارده هنقدم لكم فيديو يا رب يعجبكم بإذن الله. هنحاول النهارده نوصل لكم إزاي تفك الزمالك بتاع الدوري الإيطالي، وتحطه في الطنبورة إزاي من غير ما يعورك أو من غير ما يتعبك. إن شاء الله يعني نحاول بإذن الله إن إحنا نوريه لكم يتعمل إزاي بكل سهولة. دلوقتي هناخدكم ونروح نوريكم إزاي نفك الزمالك ده ونحطه في الطنبورة بتاعته من غير ما يعورك. ورجعنا لكم تاني، وان شاء الله دلوقتي هنوريكم شكل عملي ازاي تفك الزمبلك وتحطه في الطنبوره. هنمسك الزمبلك معانا على منجله، نحاول ان احنا ما نشبكوش جامد، بس لازم نفرمه كويس جدا تمام علشان ما يعورش اي حد. نحاول ان احنا نفك الايه الافيز اللي حوالين الزمبلك ده بره. كويس ممكن يطير ويعور حد. هنجيب المسمار، هنجيب المسمار الصغير ده وهنحطه كده ونركب في الطنبورة. طبعا انا عامل الجهاز ده بيخليني اركب، احاول ان انا اركب الزمبلك في الطنبورة بكل سهولة جدا من غير ما، بكل امان، من غير ما يعورنا ولا من غير ما يعمل معانا اي حاجة. بص حضرتك احنا دلوقتي هنثبت الطنبورة، نجيب الجهاز بتاعنا وهنستوي ده في الطنبورة كده وهنحاول نحطه نمسك كويس، نمسك الجهاز ده كويس، نفك المجالة كويس كده. كده نكون ركبنا الطنبوره في الزمبلك في الطنبوره من غير ما يعور اي حد وكل امان بيه.